سيدي راه يهودي يقول هو الارض ديالو باش هو يستعمرنا، ويقولوا عاود من بعد دوز سنين يقولوا المغاربه باعوا الارض ديالهم لاسرائيل، حنا غادي نموتوا على ارضنا وخايفين البلاير ما غادي نعطيوها لهم. حنا ما خرجوش من الديار ديالنا ولا يطيحوا علينا القنابل، نموتوا في الديار ديالنا وما خرجوش. شحال من عمر باقي عام الموت دابا، شهدوا لا اله الا الله، شهدوا ان محمد رسول الله. يعني دابا نتوما شاريين برزاق ديالكم، شاريين كل شيء ديالنا، وثائق ديالنا مكموله باكملها، ما نقص فيها حتى شي حاجه. عندنا الرخصه ديالنا باش شرينا، عندنا الرخصه ديالنا باش بنينا، عندنا الرخصه باش دخلنا الماء والضو، علاش غير جينا حنا وحطينا وبدينا كنبنيو بلا حجج؟ دارك بنيتيها من طرف خلقتي وتربيتي وتولدتي فيها وجوجتي وقيت ولادك وجوج ولادك وقتي في الزنقه، شحال كانوا هادي 400 عام فين كانوا؟ كان سلحوا مات الشوك عين البرارك، هادي من 75 كانت الكو ديال فوق البرارك وتحيت كانوا الديور، وتن دابا عارك عاد ظهروا هاد الناس. اذا مشاهدي قناه طنجاوي، كان توجهوا امام المحكمه الابتدائيه عشرات إن لم نقل الآلاف من مواطني حي بن كيران جاوا للاحتجاج ضد قرار بالترحيل أو بإفراغ مجموعة من المنازل بحي بن كيران. شركة قررت أنها تقاضي مجموعة من الأسر بحي بن كيران بدعوى أن الأرض تملكها هي في الأصل. إذا كما كتشوفوا مجموعة ديال الأسر اللي كيقولوا بأنهم أكثر من 2400 منزل مهدد بالإفراغ. حنا جينا الوقفه الاحتجاجيه جاو لا يخرجونا من ديورنا، حنا ما جاتنا شي استدعاء ولكن ضمننا مع خدنا، لو ما يخرجوا هذا غدا يخرجوا لنا، حنا ما خارجين شي. تحيه لمحمد السادس ويحيى الملك محمد السادس، ويشوف فينا وتشوف فينا هو الملك ديالنا هو بابانا هو كل شيء، والسلام عليكم. جيت انا لا كيخرجونا من ديورنا، وحنا لا شاريين بفلوسنا، وعندي ولادي ولاد ولادي ساكنين معايا الاسره، جلستوا بيا الصغار. شحال بكم الاسره؟ أسرة عندي شي أكثر من شي 10 في الأسرة، 10 وعاد ولادي وأنا والراجل ديالي، والراجل عندي كبير. الراجل واش جاكم استدعاء؟ واش جاكم استدعاء؟ أنا ما جاتنيش استدعاء ولكن جات من الجيران ديالنا، جات ولا ما جات من الجير ديالي بحال جات ليلي. أنا ما نقدرش الجار ديالي يخرجوا حومة وحدة، حومة الشوك كاملة وحدة وحدة، حنا خصنا ما خرجوا حتى شي واحد. علاش غير كنقبطوا ونبنيو؟ راه حنا كنشريو القطعة د الأرض ونمشيو بالقانون ديالنا ونمشيو نتكاتبوا ونمشيو عاد كنبنيو، درنا الرخصة ديالنا عاد بنينا، عندنا الرخصة ديالنا باش شرينا، عندنا الرخصة ديالنا باش بنينا، عندنا الرخصة باش دخلنا الماء والضو، علاش غير جينا حنا وحطينا وبدينا كنبنيو؟ دارك بنيتيها من طرف خلقتي وتربيتي وتولدتي فيها وجوجتي وقيت ولادك وجوج ولادك وقتي في الزنقة، شحال كانوا هادي 400 عام فين كانوا؟ كان سلحوا مات الشوك عين البرارك، هادي من 75 كانت الكو ديالهم فوق البرارك وتحيت كانوا الديور، وتن دابا عارك عاد ظهروا. الجدود ديالنا ماتوا في هاد الارض هادي، ماتوا باش يحرروها، والملك ديالنا الله يرحمه محمد الخامس راه تنفع على هاد الارض هادي باش يجي دابا يهودي يقول هو الارض ديالو باش هو يستعمرنا، ويقولوا عاود من بعد دوز سنين يقولوا المغاربه باعوا الارض ديالهم لاسرائيل، حنا غادي نموتوا على ارضنا وخايفين البلاير ما غادي نعطيوها لهم. وساكنه ديال الحي بصفه عامه الحومه الشوك كامله مضامنه على اننا ما خارجينش من حومه الشوك، ما خارجينش سواء كان الحكم التنفيذ سواء كان الافراغ سواء كان هذا الناس عندها الملكيه عند ثبوت البناء عند جميع الشواهد الاداريه كتخلص الضريبه ديالها. كاين الناس اللي كاري عندها فوند كوميرس، فوند كوميرس ديالها السيد كاري عنده فوند كوميرس غادي تخرجوا عاد تقريبا 1000 دار، ما بين 1000 و 2500 دار، يعني ما يقارب 500000 نسمه اللي كانت هذه 2016 دراسه تثبتت ان 500000 نسمه في 2016، اما دابا قابله للزياده. شريت من عند السيد الاولاني مرتاح، البارح انا اتصلت بها عندها 90 عام في العمر ديالها، فيها السيو ديال اسبانيول، فيها 10 دراهم السيو، وثيقه اللي شينا بها حنايا من عند مرتح. مرتح مات، ولادو ماتوا، باقي الحفايض ديالو اللي بقاو.
فايدوا لي البوطيح اللي بقاو. ودابا هاد الناس هادو هاد ال 40 كيقول لي انه هو شاري تيتر ما عاد بين شاري هاد التيتر، سنعرفوا هاد التيتر ما عاد بين شاري. يعني دابا انتم شاريين برزاق ديالكم شاريين مسائل كلشي ديالنا، وتاكد ان مكموله باكملها ما ناقص فيها حتى شي حاجه. انتم دابا شحال من عام وانتم ساكن محاربه؟ 40 سنه 40 سنه وانا ساكن تما. الوثيقه ديال المرطيح الاولانيه باش باعوا الشعب، باش باع الشعب. البارح انا اتصلت بها، البارح انا شفتها البارح، يعني في عمرها 90 عام ديك الوثيقه، فيها السيو ديال 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 العهد الاسبانيول، 10 دراهم السيو فيه، فهمتيني؟ دابا هذا السيد هذا اللي كيقول بانه هو شاري تيتر، عام يشره، شمن عام شرى هذا التيتر؟ شمن عام؟ خصو يقول لنا شمن عام شرى هذا التيتر؟ هذا السيد هذا اللي شرى التيتر كان باقي ما خلق، كان باقي ما خلقش. يعني هذا اللي شاري دابا كان باقي ما خلقش؟ كان باقي ما خلقش، باقي ما خلقش، ما عرفش. ملي كانوا يبنوها الناس فين كانوا؟ فين كانوا هما؟ فين كانوا؟ واش هذه الحومه الشوك واش تبنت في نهار واحد؟ الناس عاد الارض ديالها غادي تبنيها. هذا المستحيل. أربعة المليون أو ثلاثة المليون دي الناس اللي موجودة وهما يقولوا يا ود الأرض ديالهم، من لين هالأرض ديالهم؟ هذا هو الظلم. كل واحد شاري بالوثائق ديالو بجميع المسائل ديالو. ما هجموش هاد الناس على والحومة الشوك، راها فيها مخزن وفيها محامون، فيها قضاة، فيها دكاترة، فيها جميع العلماء، فيها كل شيء. سينا دابا شحال من عام وسينا ساكن من الحومه؟ 35 سنه وانا عندي هنايا، عندي اما الناس عندهم 70 سنه. ودابا كيقول دي هذو من لين ديالهم؟ ملي سمعت هذا الخبر هذا سينا النفسيه ديالك كيفاش رجعت؟ لا بد الانسان كيتغير، لا بد يتغير الانسان. حنا ما خرجوش من الديار ديالنا ولا يطيحوا علينا القنابل، نموتوا في الديار ديالنا وما خرجوش. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد. الله يسفر وجهك ان شاء الله. اخويا صاحب الجلاله والله يوقف الفرقه، اخويا شدونا لا هنا ولا هنا. حقنا نتمناهم الله يحلوا لنا حدود ونمشيو بحالنا. قالوا لنا امر ملكي ما نقدروش نقولوا لا. هاتهم بعد المواطنين والمواطنات ونشوفوا اين الوجهه، اين الوجهه. شعبك جايبيع وشعبك جايموت، وحسب الله ونعم الوكيل بهذا القياس.